وعدنا المشاهد بأنه يكون هنالك توقعات للمستقبل أو توقعات من الغيب للأستاذ سينما، مو شو نسميها؟ توقعات من الغيب اللي ما تؤمنون بي أنتم، يعني خلينا نقول بهالمعنى. أنا محايد، أنا أسمعك وأسمع الطرف الآخر. احكي لنا ماذا تتوقع عن الفترة القادمة فيما يخص العراق؟ تحب المنطقة؟ شو تشوف للفترة القادمة؟ احنا في نهاية سنة 3 أشهر تنتهي السنة، شنو اللي تشوفه خلال الفترة القادمة من توقعات؟ أتحدث الآن حدث. طبعا خليني أنوه قبل ما تتفضل حضرتك أنه احنا غير معنيين بما يطرح الأستاذ سينما، هو على مسؤوليته الشخصية في حال ذكر أسماء جهات مؤسسات. تفضل. أتحدث الآن عن حدث. نعم. لأن باراسيكولوجي، لأنه طبعًا. إذا أتحدث لك وأقول لك بعد يوم من 3 أيام صرت محلل سياسي. تفضل. فأنا أتحدث عن حدث الآن. الحدث، وهذا الحدث من زمان موجود لكن هو مدون والآن أدلو به. بالأيام القادمة، أول شيء تشرين عائدة إلى الواجهة من جديد، ولما نتحدث عن تشرين لا أقصد شهر تشرين الأول، أتحدث عن انتفاضة ممكن تصير بالشهر 11، ممكن 12، ممكن الواحد، ممكن الثاني، ما أعرف. تشرين عائدة بثقل. أتحدث عن وفاة شخصية مهمة جداً، وأتحدث عن وفاة شخصية أخرى من جانب معاكس أيضاً مهمة. أيضاً وين بس حدد لي وين وفاة هذا نحكي إحنا الآن، نحكي عن العراق بغض النظر عن كردستان. هنا كردستان أيضاً أتوقع به في جنازة قوية جداً راح تصير خلال قد تكون الفترة القادمة يعني. أتحدث عن انقطاع لشبكة الإنترنت. انقطاع لشبكة الإنترنت، وأتوقع أيضاً أكو راح يصير تعليم إلكتروني. يعني نرجع إلى وضعية التعليم الإلكتروني. طيب. بعد انقطاع، يعني بعد ما ترجع الإنترنت من جديد يصير تعليم إلكتروني خلينا نقول، يعني وليس بشكل مباشر. أكو سبب؟ أكو سبب؟ حدث ما أعرف، ما أدري. هذا حدث دا أقول لك إياه، يعني حتى لا تحوله محلل سياسي على فكرة يعني. طيب. يعني أنا مو محلل سياسي. الآن أتحدث عن مو حدث، أنا راح أتحدث عن فلك. الفلك ينبئ بالتالي، خلال 4 أشهر إحنا الآن في سنة النمر الصيني، في سنة الحوت المائي، خلال 4 أشهر إلى 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 حين نهاية سنة النمر، إذا لم تتشكل حكومة خلال 4 أشهر قادمة، فأقدر أقول لك أنه راح ندخل في سنة جديدة صينية، في سنة الأرنب، سنة مزعجة جداً ومتعبة جداً عالمياً وعلى العراق أيضاً بشكل خاص. العراق بعد ما راح تتشكل عنده حكومة نهائياً، راح ينقاد إلى الوضع خلينا نقول الوضع الأمني، الوضع الدستوري بفراغ. وبالنهاية، وقد تكون لفترة إلى نهاية السنة أو ما إلى ذلك، ممكن أنه العراق ما راح يوصل إلى فد نتيجة معينة، وبالتالي اللي راح يلزم زمام المبادرة شخصية ما لها علاقة بالوضع السياسي الحالي، وهي شخصية صارمة جدا، وراح يرجع، أقدر أقول يرجع سيناريو مصر ينعاد في العراق. هذا خطير التوقع. هذا يعني أنا إذا ما تشكلت حكومة خلال 4 أشهر. طيب. سجلها علي. سيكون عن طريق عملية سياسية، عن طريق بالقوة؟ لا، شخصية من داخل البلاد أساساً، حتى مو من دول خارجية نهائياً، يعني من داخل البلاد نفسها. وراح نوصل إلى فالطرق مزدودة وقوية، يعني طرق صعبة جداً، يعني العراق مقبل على مشاكل كثيرة. إذا لم تتشكل حكومة خلال 4 سنوات راح ندخل في سنة الأرنب. أربعة أشهر راح ندخل في شباط فبراير 2023 في سنة الأرنب، سنة مزعجة جداً عالمياً يعني. من هذه جانب؟ من جوانب الثورات، من جوانب، وهو راح ندخل ايضا في سنه الحمل، يعني الكوكب الحظ راح يروح بالحمل. الثورات العربيه ما يسمى بالربيع العربي، هي كانت لما كان جوبيتير بالحمل قبل 12 سنه. طيب. فراح ندخل بها ايضا بعد شباط فبراير 2000. عندك في التوقع سياسي بارز اخير نتحدث به حتى ندخل على الجانب الاقتصادي الاجتماعي؟ مثل ما ذكرت لك، التوقع البارز اقدر اقول لك انه التظاهرات راح تستمر. نعم، موجود التظاهر ما راح توقف. اقتصاديا العالم كله يعاني من أزمة، داخلين على شتاء، داخلين على مواضيع تخص النفط والغاز، هنالك حرب بالمنطقة. اقتصاديا وضع العراق، وضع الإقليم، الوضع العالم، وضع العالم اقتصاديا سنة متعبة جدا، سنة متعبة جدا على العالم من الناحية الاقتصادية، ومن ناحية الأوبئة يعني ممكن راح نشوف وباء على شاكلة كورونا خلينا نقول. هذا ايضا راح يهدد وينبع من القارة العجوز، ممكن البريطانيا اساسا. اتوقع راح تنشا او تظهر حركات ذات طابع عنصري،
تهدد حتى اللاجئين والأجانب الموجودين في أوروبا، وأتوقع الاتحاد الأوروبي إلى الانفكاك. يعني بالمستقبل أقدر أقول ممكن بين نهاية 2023 إلى 2024. أتوقع، وهذا قلته توقعته من بداية هاي السنة، أنه أيام راح ترجعنا إلى الشمعة والفانوس. راح ترجعنا قريبة بعيدة، ممكن تكون على خلال الأربع أو خمسة أشهر القادمة. إذن من نتحدث على جانب اقتصادي، توقع اقتصادي يخص العراقي، العالم بشكل عام، والعراق أيضا متأثر به. الوضع الاجتماعي في البلد، الوضع الاجتماعي العالم يسير نحو، بين قوسين، يسير نحو الحيوان أكثر من الإنسان. يعني الناس تتجه نحو تربية الحيوانات، وتتجه نحو الانعزال، انعزال طيب. عن الزواج، عن الخلفة، عن الكذا. هاي راح تصير في الموديل قديم جدا يعني. إذا سمعنا هذه التنبؤات من حضرتك، نتمنى كل ما هو إيجابي يحدث، وإن شاء الله السلبيات اللي بيها تكون بعيدة عنا وعن أهلنا في العراق. احنا نشكرك الأستاذ سنمالي وجودك ويانا، حضرتك متخصص بالباراسايكولوجي والموارائيات. شكرا لحضرتك. تحياتي.